التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي مساء أمس الثلاثاء عددا من أسر شهداء الواجب. ورحب ولي العهد في مستهل اللقاء بالجميع ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله لأسر شهداء الواجب كافة في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز السعودية، واعتزازه رعاه الله بما قدمه شهداء الواجب من مختلف قطاعات القوات المسلحة والأمنية من تضحيات مشرفة دفاعا عن دينهم ووطنهم وأمتهم، مثمنا حفظه الله عاليا هذه التضحيات التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن بكل مكوناته. وأشار ولي العهد في حديثه لأسر شهداء الواجب إلى أن هناك العديد من أسر شهداء الواجب الذين لم نتمكن من رؤيتهم في هذا اللقاء، ولكننا سنعمل إن شاء الله على الالتقاء بهم في قادم الأيام، وهم جميعا محل اهتمامنا الدائم، ونعتز بهم وبأبنائهم الشهداء وكذلك المصابين منهم وبعموم المرابطين من رجال قواتنا المسلحة في ميادين الشرف والكرامة. وقال سموه: لقد خصصنا جهات تعنى بأسر شهداء الواجب أينما كانوا وأينما كانت مواقعهم وتحقيق متطلباتهم والتواصل الدائم معهم، ونحن في الواقع جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وأعرب ولي العهد حفظه الله في ختام حديثه عن سعادته وسروره بلقاء أسر شهداء الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء، وأن يبارك جهود رجال قواتنا المسلحة ورجال الأمن، وأن يجعل النصر والتوفيق حليفهم، فقد قدموا نموذجا مشرفا في الدفاع عن سيادة الوطن. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.